بمناسبة احتفال الأوروبيين اليوم بيومهم السنوي، يبدو أن البلدان 27 توجد عند مفترق الطرق، فبسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي أعقبت أزمة صحية مفاتئ تتخذ أشكالا جديدة. يظهر الصرح الأوروبي بعض أوجه الهشاشة في ظل اختبار ظرفية صعبة. فإذا كان التكتل الأوروبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد ظهر وكأنه يتحدث ويتصرف بصوت واحد، فإن العواقب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة تهدد بإبطاء زخم التضامن بين الدول الأعضاء وإضعاف قوة الردع الأوروبية في وجه روسيا، والتكلفة تظل غير واضحة المعالم. هكذا لا تزال الحزمة السادسة من العقوبات المفروضة على موسكو المنتظرة منذ عدة أيام تشكل عقبة حقيقية، ولهذا السبب فإن الحظر المفروض على النفط والغاز الروسيين المقترح من طرف المفوضية الأوروبية، والذي يقترح وقف استخدام النفط الروسي الخام في غضون 6 أشهر ثم جميع المنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام، لا يزال بعيدا كل البعد عن الحصول على الإجماع. فهناك بعض الدول الأعضاء لا سيما هنغاريا وسلوفاكيا اللتان تعارضان الحظر بقوة، حيث تطالب الدولتان اللتان تتزودان مباشرة عن طريق خط الأنابيب القادم من روسيا بعدم تحديد موعد معين لوقف الواردات. ويرى المراقبون في ذلك بداية قطبية معينة بين الشرق والغرب داخل التكتل الأوروبي نفسه، على اعتبار أن الحظر المفروض على النفط الروسي ستكون له آثار ضارة على المالية الأوروبية أكثر من نظيرتها الروسية.